الشويهدي. بدأ المؤتمر الوطني العام جلسته الصباحية اليوم الأحد عرض ومناقشة الأسماء المرشحة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتولي وزارات الإعلام ورعاية أسر الشهداء والمفقودين والتعليم العالي والبحث العلمي. ووفقا لجدول أعمال المؤتمر، فإنه ستتم مناقشة المشروع المقدم من وزارة العدل بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية، وعرض ومناقشة مشروعي قانون منع المعاملات الربوية وقانونا بشأن أمن الوطن والمواطن، وعرض الرأي القانوني الصادر عن اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تحديد المناصب السيادية، ومناقشة المقترح المقدم من 50 عضوا بخصوص تعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي، بالإضافة إلى اعتماد المحضرين 49 إلى 50 وما يستجد من أعمال خلال هذا الاجتماع. من جهته، أفاد عضو المؤتمر الوطني العام السنوسي القمي السبت أن محور النقاش في جلسة المؤتمر الوطني لليوم الأحد سيكون حول تشكيل اللجنة التي تشكل مشروع قانون العزل السياسي. وأضاف القمي إلى أنه إلى الآن لا توجد أسس معينة يبنى عليها القانون، منوها إلى أن القرار صدر لإصلاح مؤسسات الدولة التي بها مشاكل في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منع الأشخاص الذين تولوا مناصب سيادية في الدولة إبان النظام السابق من تولي أي منصب الآن. تفاصيل أوفى معنا على الهواء مباشرة عضو المؤتمر الوطني العام محمد العماري. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلسة المؤتمر الوطني لليوم تضمنت عددا من الملفات المهمة، لعل قانون العزل السياسي وتشكيل اللجنة المكلفة بصياغة هذا القانون ما أخذت يعني أهمية كبرى في نقاشكم، حدثنا عن نتائج هذا النقاش. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي وأحيي مستمعيك الكرام في مدينتنا الحبيبة بني غازي. الحقيقة فيما يتعلق بموضوع لجنة قانون العزل السياسي لم تدرج في جدول الأعمال الجلسة الصباحية لسبب بسيط، وهو أن استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في جلسة المؤتمر الاستثنائية يوم الأربعاء الماضي، ستكون عدد أعضاء اللجنة 19 عضو، على أن يزكي كل عضو 10 أشخاص أو 10 أعضاء من أعضاء المؤتمر. بالتالي هذا الأمر الآن في الفترة الصباحية كان خاضع للتزكيات، كل عضو دفع بنفسه لهذه اللجنة، كان يبحث عن تزكيات من أعضاء المؤتمر الآخرين. فإلى حد هذه اللحظة نزلنا في طور جمع التزكيات والترشيحات لأعضاء اللجنة أو الأعضاء الراغبين في دخول هذه اللجنة. هذا بخصوص لجنة قانون العزل السياسي. نعم، هل من أسماء مرشحة يعني أسماء تحدثنا عنها من الأسماء المرشحة لهذه اللجنة؟ الحقيقة أختي، وكل كتلة الآن تسعى إلى الدفع بمجموعة من الشخصيات من أعضاء كل كتلة داخل المؤتمر، فالأمر ما زال يعني في طور التدارس بين الكتل حول الشخصيات اللي تدفع بها وجمع التزكيات الخاصة بهذه الترشيحات. نعم، هذا بالنسبة للجلسة الصباحية هذا اليوم. فيما يتعلق بما سمعتكم تتحدث يا أختي فيما يتعلق بجدول الأعمال. نعم، جدول الأعمال اليوم تم تقديم البند السابع والسادس، البند السادس والسابع يتعلق برأي قانوني خاص بتحديد المناصب السيادية، والبند السابع اللي هو مناقشة المقترح المقدم من 50 عضو بخصوص تعيين رئيس أركان، قبل البند الثاني اللي يتعلق بترشيحات رئيس الوزراء بخصوص وزير الإعلام ووزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين ووزير التربية والتعليم. هذا صباح الجنة دراسة الأسماء المرشحة لهذه الوزارات، لأن في الآن مذكرة داخل المؤتمر عليها توقيع أكثر من 40 عضو من المستقلين الممتنين لأحزاب صغيرة. نعم، هي طلب لرئاسة المؤتمر يطلب فيه رفع هذه المذكرة للسيد رئيس الوزراء، ضرورة التشاور معهم قبل البث في هذه الأسماء، نظرا لأن حكومة الدكتور علي بيداني حكومة توافق بالأساس، ولم يتم التشاور معهم والاتفاق معهم في الوزارات السابقة، فهم يروا أنهم يعني عليهم أو على رئيس الوزراء أن ينظر إليهم في هذه المرة نظرة توافقية كما نظر إلى الكتل الأخرى اتفاق معهم حول هذه الأسماء. نعم، طبعا اليوم استلمنا رسميا في المؤتمر بشكل رسمي اعتذار الأستاذ علي الكمال لوجدي عن تولي منصب وزير الخارجية، وكانت هذه الرسالة موجهة لرئيس المؤتمر والسادة والسيدات أعضاء المؤتمر الوطني، يعتذر فيها بشكل رسمي عن تولي منصب وزارة الخارجية. لماذا برأيك؟ أختي، هو الحقيقة لم يذكر تبرير واضح في رسالته، يشكر أعضاء المؤتمر
يشكو الممارسة الديمقراطية للمؤتمر، وهو على استعداد للعمل من أجل ليبيا في 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 أي مكان ومتى سنحت الظروف، ولكنه يقدم اعتذار عن تولي هذا المنصب. يعني هل من أسباب وجهها قدم على أساسها هذا الاعتذار؟ أو لم يقدم أي أسباب أختي كريمة. كل ما قاله في رسالته فقط أنه شكر رئيس الوزراء الترشيحي، ولكنه قال أنه لأسباب موضوعية وأخرى خاصة به قد اعتذر عن هذا المنصب. لم يذكر ما هي الأسباب الموضوعية ولم يذكر ما هي الأسباب الأخرى الخاصة به، ولكنه في نهاية الأمر اعتذر عن تولي هذا المنصب، والأمر متروك الآن لدكتور علي لبنان رئيس الوزراء لترشيح شخصية أخرى لهذا المنصب السيادي والمدير الخارجية. نعم، قانون العزل السياسي بالفعل أو هذا القانون، والآن المباحثات التي تجري داخل المؤتمر الوطني بشأن تكوين هذه اللجنة المكلفة بصياغته، هذا القرار يقال من بعض الأطراف المراقبة أو الأطراف السياسية المراقبة تقول بأن هذا القرار عطل من القرار السابق ب يعني تكوين لجنة مخصصة ب أو مكلفة بصياغة الدستور. يعني الآن نرى أيضا أن هذا القرار الأخير المتعلق بتكوين لجنة المكلفة بصياغة قانون العزل السياسي قد تأخر هو الآخر. يعني هل من أسباب واضحة لماذا يحدث هذا التأخير بخصوص تكوين اللجان المكلفة بصياغة هذه البنود القانونية؟ هو طبعا لجنة الحوار المجتمعي، هذه اللجنة التي ستشرف على 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 الحوار المجتمعي الذي سيجريه الأعضاء المؤتمر إن شاء الله الفترة القريبة القادمة مع كافة شرائح شعبنا الكريم. هذه اللجنة ستجتمع اليوم إن شاء الله، يعني ممكن حوالي بعد نصف ساعة من الآن في اجتماعها الأول، وتضع آلية وخطة عملها الفترة القادمة كيف ستتلقى نتائج جولات أعضاء المؤتمر في مدن ليبيا المختلفة ولقائهم بشرائح المجتمع المختلفة. ستضع آلية واضحة اليوم، ستشكل هذه اللجنة، تبدأ هذه اللجنة في وضع آلية وخطة عمل. هذا الأمر سيتم اليوم وتم الإعلان عنه في الجلسة الصباحية، ودعوا كل الأخوة والأخوات أعضاء هذه اللجنة للاجتماع. هذا بالنسبة للجنة الحوار المجتمعي. أما بالنسبة للجنة في القانون العزل السياسي، كما ذكرت لك أختي، الأمور كلها أمور إجرائية لا أكثر ولا أقل، لأن هناك آلية تم الاتفاق عليها وهي ترشيح 10 أعضاء لكل من يرغب بالدخول في هذه اللجنة. وهذا صباح الآن المؤتمر يجمع أو أعضاء المؤتمر الرغبين في دخول هذه اللجنة، جمع ترشيحات، جمع توقيعات من المرشحين لهم. أظن الأمر لن يطول كثيرا، يعني هي مسألة وقت فقط، ينجز في هذا المساء إن شاء الله. ماذا بشأن تعليق أخير لنا رأي القانون المتعلق بالأعضاء السيادية، لأن لما طرح البند السابع والبند السادس، البند السابع يتعلق بمرسمة 50 عضو الذين وقعوا على رأس كركن منصب رئيس أركان. الأمر أخذ في سياق عام وسياق متعلق بالمناصب السيادية التابعة للمؤتمر الوطني العام ومحافظ المصرفية المركزي ورئيس أركان ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ومدير المخابرات العامة. كذلك المؤتمر سيعين رئيسي مكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية، كلها وممثلين بعثات الخارج. كل هذه الأمور تتبع، كل هذه المناصب السيادية التي حددتها اللجنة التشريعية القانونية تتبع مباشرة المؤتمر الوطني العام. الحقيقة الآن ما خلصنا إليه في جلسة اليوم في الجلسة الصباحية، يعني الأمر لا يختص برئيس الأركان كمنصب، إنما بكل هذه المناصب السيادية تم الاتفاق على أحد مقترحين اثنين فيما يتعلق بالآلية، آلية الاختيار. الاقتراح الأول، وهذا الحقيقة يعني اعترض عليه عدد من أعضاء المؤتمر، وهو أن يطلب من رئاسة الوزراء بعد التشاور مع الوزارات المختلفة تقديم ترشيحات لهذه المناصب. تحال هذه الترشيحات إلى لجان المؤتمر الفنية المختصة، ومن ثم تحال إلى المؤتمر الاعتماد. كان وجه الاعتراض، وأنا اعترضت على هذا الأمر كذلك، أن هذه المناصب السيادية تتبع المؤتمر بشكل مباشر، فما الداعي لأن يطلب من رئيس الوزراء ترشيح هذه الأسماء. المقترح الثاني، هي تقوم كل لجنة من لجان المؤتمر الفنية المختصة مناقشة المنصب الذي يقع في اختصاصها. يعني على سبيل المثال لو كان تكلموا على رئيس الأركان كمثل فقط، فهو يتبع مثلا لجنة الدفاع ولجنة الأمن القومي. هذه اللجنتين تتدارس الأمر، تقدم ترشيحات، يتم التشاور مع الحكومة أولا، مع الحكومة في ترشيحات، مع وزير الدفاع على سبيل المثال في رئيس أركان، ومع وزير المالية فيما يتعلق بمحافظ ليبيا مصرف ليبيا المركزي، وهكذا قبل أن تحال بشكل نهائي للمؤتمر للاعتماد النهائي. نعم، هو بالفعل يعني الجدير بذكر هو أنه هنالك ما يسمى بالمؤتمر الخامس، للمؤتمر الاستثنائي الخامس لتفعيل الجيش الليبي، طلب بإقالة أو استقالة رئيس الأركان، فهل تأتي هذه القرارات على خلفية هذا الحدث؟
أختي كريمة، يعني أي طرف في ليبيا، أي مؤتمر، أي جهة يحق لها أن تصدر أي توصيات متى شاءت وكيف شاءت، ولكن الأمر سيحال إلى المؤتمر. المؤتمر الآن في بصدد تدارس هذه الآليات اللي اقترحت الآن، قلت مقترحين اثنين اللي تم الاتفاق عليهم هذا الصباح. إذا كان تم الاتفاق على على على, على أحد المقترحين كآلية لاعتماد هذه المناصب، وجاءت توصيات بإقالة أو باعتماد أو بترشيح شخصيات معينة، سيكون هناك طريقة معينة للتعامل مع أي توصية تأتي من خارج المؤتمر الوطني العام. يعرض الأمر على اللجان، سيتم التشاور، وهذا أمر أساسي ومهم جدا. لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الحكومة، ربما نتشاور مع الحكومة في أي منصب سيادي، سيتعامل مع الجهاز التنفيذي في الدولة. بعدها يعتمد المؤتمر الوطني العام الترشيح بشكل نهائي. نعم، أختتم معك أستاذ محمد بخصوص وزير الأوقاف. كان هنالك العديد من الأقوال المتضاربة حول هذا الوزير، يعني هل ناقشتم موضوع الوزير في هذه الجلسة أم ماذا؟ لا، لم يناقش، ولكن اسم وزير الأوقاف، كذلك وزير الخارجية، كذلك وزير الإعلام، وزير رعاية أسر الشهداء المفقودين، وكذلك وزير التربية والتعليم، كل هذه الأسماء التي ما زالت تنتظر الاعتماد تم اليوم إدراجها في المذكرة اللي ذكرتها سابقا، وهي موقعة من أكثر من 40 عضو من أعضاء المؤتمر المستقلين والأحزاب الصغيرة. نعم. على أن يطلب من رئيس الوزراء التشاور معهم حول الشخصيات المرشحة لهذه المناصب قبل الاعتماد بشكل نهائي من المؤتمر الوطني العام. نعم، إذا كنت معنا على الهواء مباشرة عضو المؤتمر الوطني العام محمد العماري، شكرا جزيلا لك.